اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى من جميع الأهوال والآفات.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم
Oh.
جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات و
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى Oh.
جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلى من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من وتقضي لنا بها
وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا بها من وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخلق.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها
خيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبارك